بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. في هذه الفقرة إن شاء الله سننظر الصفحة 58 دوني دي زانفورماسيون سور ان مونيمون و ان سيت هيستوريك. دوني دي زانفورماسيون يعني أنك تعطي معلومات سور ان مونيمون. مونيمون مقصود به آثار تذكاري تاريخي. إذا نتكلم عن نصبين أو صرح أو آثار تذكاري تاريخي. إذا نتكلم عن كلمة مونيمون. دوني دي زانفورماسيون يعني أنك تعطي معلومات سور ان مونيمون حول معلمة تاريخية أو ان سيت هيستوريك، أو أنك تعطي معلومة حول موقع تاريخي كالذي أمامنا. كما نرى عندنا أربعة صور تمثل فوليبيليس كما نرى، أو يمثل موقع مدينة وليلي. كونسين كما نقول أمر، تي فيزيتي فوليبيليس أنت زرت مدينة وليلي. دو تو كلاس عند العودة إلى القسم تي دون أن كونت روندي يعني أنك تعطي تقريرا، يعني أنك تكتب ما رأيته سور سو سيت هيستوريك حول هذا الموقع التاريخي كما عندنا هنا. أسفله عندنا جوبسير إي جو ديكوفر أنا ألاحظ وأنا أكتشف. جوبسير أتونتيفمون لي زيماج أنا ألاحظ بانتباه الصور. جو برون دي نوت أنا آخذ نقط وآخذ معلومات. إي جو غولوف لي ديفيرون ديتاي ثم أستخرج مختلف التفصيلات. ثم أستخرج مختلف التفصيلات. puis je les classe selon les caractéristiques ثم أرتبها حسب المميزات. إذن طبعا وأنا أنظر لهذا الموقع أكيد أنني سأرى مجموعة تفاصيل معينة تهم هذا الموقع التاريخي. ثم عندما أدونها je prends des notes يعني أنا أخذ نقاط، المقصود أنني أدون ما أرى. et je relève ثم أنني أستخرج. et je relève ثم أستخرج. et je relève les différents détails ثم أستخرج مختلف التفاصيل. puis je les classe selon les caractéristiques ثم أنا أرتبها selon les caractéristiques حسب المميزات التي تميزها. ثم je classe les données recueillies. je classe les données recueillies ثم أرتب المعطيات كما لو نقول المقطوفة، المقصود التي جمعتها المجموعة وحصلت عليها. je manipule et je réfléchis كما لو أقول أنا أعالج وأفكر. j'élabore un plan de visite d'un autre monument. j'élabore un plan de visite d'un autre monument أنا أهيئ برنامجا أو أنا أهيئ كما عندنا هنا تصميما، المقصود أنني أهيئ برنامج دو فيزيت لزيارة. إذا نتكلم عن برنامج زيارة دان نوتخ مونيمون لمعلمة أخرى. ثم جو شوازي أنا أختار. عندنا لو فيرب شوازيغ. جو شوازي لي زانفورماسيون كو جو في دوني أنا أختار المعلومات التي سأعطيها. عندما أهيئ هاد البرنامج وأزور هاد المكان الآخر جو شوازي أنا أختار لي زانفورماسيون المعلومات كو جو في. طبعا عندنا لو فيرب علينا جو في ولكن اللي مصرف عندنا هو دوني. طبعا هذا شرحناه فيما سبق. نتكلم هنا عن لو فيتور بروش تنستعملو فيه لو فيرب الي. جو في دوني. جو في دوني يعني أنني سأعطي قريبا. جو شوازي لي زانفورماسيون كو جو في دوني أنا أختار المعلومات التي سأعطيها قريبا. ثم عندنا بروجي دو كلاس. بروجي دو كلاس كما لو نتكلم عن مشروع قسم. جو بارتيسيب على ريداكسيون دين بروشور سور ان مونيمون. جو بارتيسيب يعني انا اساهم واشارك. سي لو فارب بارتيسيبي. سي لو فارب بارتيسيبي على ريداكسيون يعني انا اشارك في كتابة وتحرير دين بروشور. اذا نتكلم عن نص هنا سأشارك في كتابة موضوع سور ان مونيمون حول معلمة. جو روتيان أنا أستنبط. طبعا نتكلم عن الصفحة رقم 59. جو روتيان بور دوني دي زانفورماسيون سور ان مونيمون أو ان سيت. إذا لكي نعطي معلومات حول معلمة أو حول موقعين، المقصود معلمة تاريخية أو موقع تاريخي، جو دوا
يتوجب علي. إذا عندنا الغير دوفوار جو دوا، كما لو نقول أتوجب المقصود يتوجب علي. لو سيتوي أن أموقعه، يجب علي أولا أن أموقعه، المقصود أنني أقول أين يقع. أمبلاسمون نتكلم عن المكان، لومبلاسمون المقصود المكان، مثلا فيل لا بلي بخوش يعني أنني أذكر المدينة الأكثر قربا منه حتى أحدد مكانه من خلال هذه المدينة التي سأذكرها. ثم دوني سادات دو كونستركسيون، ثم أنني أعطي تاريخ بنائه سون كونستركتور، ثم أعطي بانيه. لوفاب كونستخوير هو فعل بنا. دوني سادات دو كونستركسيون يعني أنك تعطي تاريخ بنائه، سون كونستركتور يعني أنك تعطي بانيه، يعني أنك تذكر من بناه، من الدولة التي بنته، أو من هو الملك الذي بناه إلى آخره. دوني دي زانفورماسيون سور سي فيستيج يعني أنك تعطي معلومات حول آثاره، الآثار المتبقية سون اتوندي. ثم أنك تعطي معلومات حول امتداد هذا المكان، مثلا مدينة وليلي التي نراونا أنها تمتد على عدة هكتارات، إذا يمكن أن نعطي هذه المساحة الممتدة عليها. ثم بريسيزي لي زاكسي يعني أنك توضح، طبعا لي زاكسي تأتي من فعل أكسيدي، أكسيدي يعني أنك تصل لمكان. إذا هنا عندنا بريسيزي لي زاكسي يعني أنك توضح الولوجيات. ما معنى هذا؟ يعني أنك غتبين منين غتدخل لهذا الموقع، منين البلاصة غتدخلو، شنو هما الأبواب، شنو هما الطرقات إلى آخره التي تصل إلى هذا المكان. لي زوغيغ، ثم تحدد الأوقات، أوقات العمل. إذا نتكلم على لي زوغيغ المقصود بها أوقات العمل دو فيزيت. إذا نتكلم هنا عن لي زوغيغ دو فيزيت، إذا نتكلم هنا عن أوقات الزيارة. إذا بريسيزي لي زاكسي يعني أنك توضح الولوجيات، من أين ستذهب لهذا المكان، من أين تدخل له، ثم لي زوغيغ دو فيزيت، ثم أوقات الزيارة. عندنا جمل تخين. Je rédige le premier jet et je le présente au groupe puis au maître. Puis au maître. يعني أنا أكتب المحاولة الأولى le premier jet. Le jet هو الرمي. تجي من فعل جطي. تأتي من فعل جطي. جطي يعني رمى. ولكن عندما نقول le premier jet يعني كما نقول الرمي الأولى. المقصود المحاولة الأولى. Je rédige le premier jet. لو بخوميي جي، المقصود أنني أكتب الموضوع الأول. إي جو لو بخيزونت أو جروب بوي أو ماتر، يعني أنا أكتب الموضوع الأول إي جو لو بخيزونت، ثم أقدمه أو جروب إلى الفريق بوي أو ماتر، ثم أقدمه للمعلم أو للمربي. جو نوت لي غومارك، أنا أسجل الملاحظات. إي جو كوريج مي زيغوغ، ثم أصحح أخطائي. إذن طبعا عندما أقرأ على الفريق المرافق لي ما كتبته، طبعا كل شخص سيعطي وجهة نظره، سأسجل هذه الملاحظات. Je note les remarques يعني أنا أسجل الملاحظات. Et je corrige mes erreurs، ثم أنا أصحح أخطائي. Les erreurs يعني الأخطاء، corriger يعني صححة. Je corrige les erreurs يعني أنا أصحح الأخطاء. Je corrige mes erreurs. ثم أنا أصحح أخطائي. ثم عندنا في خمسة جو ميغالي يعني أنا أقيم نفسي. J'ai écrit le deuxième jet يعني أنا أكتب المحاولة الثانية. Et je le présente au groupe. ثم أقدمه للفريق. J'ai écrit le deuxième jet et je le présente au groupe. يعني أنا أكتب المحاولة الثانية. المقصود أنا أكتب الموضوع الثاني. Et je le présente au groupe. ثم أقدمه للفريق. Et je le présente au groupe. إذا نفس الطريقة. أنا أكتب الموضوع الثاني ثم أقدمه للفريق. Je tiens compte des remarques. يعني أنا أخذ باعتبار. تناخذ بعين الاعتبار. Je tiens compte. عندنا الفرق tenir compte. إذا أنك تأخذ بعين الاعتبار des remarques. تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. Émises. إذا نتكلم عن دي غومارك إميز، إذا نتكلم عن ملاحظات إميز كما لو نقول مبتوتة. إذا المقصود
نتكلم عن ملاحظات يعني أنها تطرح pour améliorer ma production من أجل تحسين إنتاجي. ثم عندنا في الأخير je consolide mes acquis يعني أنني أوطد ما فهمته. كما نتكلم هنا أنا أوطد معارفي، المعارف اللي عندي غنزيد نوطدها، نزيد نأكدها. إذن je consolide mes acquis. إذن من أجل هذا je présente ma production au groupe يعني أنني سأنتج موضوعا حول هذا الموقع مثلا ثم أقدمه للفريق، الفريق الذي سأعرض عليه ما كتبته. طبعا سيعطون، كل شخص سيعطي وجهة نظره وأنا أدون الملاحظات. ثم je participe عندما يقرأ شخص آخر، أيضا سأكون أنا ضمن هذا الفريق الذي سيعطي ملاحظاته. إذن هنا يأتي دوري في الحالة الثانية، je participe à la mise au point des différentes productions. أشارك في ماذا؟ à la mise au point des différentes productions يعني أنا أشارك à la mise au point. هاد à la mise au point تعني بأنني أطرح أفكاري وأناقش من أجل تحسين موضوع. هذا هو المقصود بهاد à la mise au point des différentes productions يعني لمختلف المواضيع. إذن je participe à la mise au point des différentes productions. ثم au choix des meilleurs textes. ثم أنني سأساهم وأشارك في اختيار أحسن نص. إذن أنا كتبت نص والآخرون أعطوا آراءهم وملاحظاتهم ودون ذلك، ثم أنني صححت الأخطاء، ثم التلاميذ الآخرون من نفس فريقي سيعرضون ما كتبوا وأنا بدوري سأعطي أفكاري وأعطي ملاحظاتي، ثم أنني بعد هذا سنشارك جميعا في اختيار أحسن نص. إذن je participe à la mise au point des différentes productions. ثم je participe au choix du meilleur texte. إذن le choix عنده علاقة بلو فيرب choisir فعل اختار. ثم nous affichons la meilleure production après l'avoir illustré. سنعلق nous affichons. إذن nous affichons ثم أننا سنعلق la meilleure production أحسن إنتاج المقصود أحسن نص après l'avoir illustré بعدما نضع له صورة. إذن عموما يمكن أن نقول à 73 كيلومتر à l'ouest de Fès، إذن على بعد 73 كيلومتر من غرب فاس et à 31 كيلومتر au nord de Meknès. ثم على بعد 31 كيلومتر شمال مكناس. سيطون هذا الغرب سيطون ده يعني امتد، سيطون يعني أنه يمتد. يمتد ماذا؟ le plus vaste site archéologique. يمتد أوسع موقع أركيولوجي روماني دي ماروك بالمغرب. فوليبيليس إذا نتكلم عن مدينة واليلي. سيت أنتيك إذا نتكلم عن موقع قديم. سيت أنتيك le plus important دي ماروك. واليلي الموقع القديم الأكثر أهمية بالمغرب. ثم لفيستيج أركيولوجيك. لفيستيج إذا نتكلم عن بقايا أو الآثار. Les vestiges archéologiques. إذا نتكلم عن الآثار الأركيولوجية de ce site. تموان c'est le verbe témoigner. هذا فعل شاهدة. إذا les vestiges archéologiques. إذا نتكلم هنا عن البقايا الأركيولوجية de ce site لهذا الموقع. تموان يعني أن تشهد. c'est le verbe témoigner. De plusieurs civilisations. يعني أن تشهد على عدة حضارات. Toutes les phases d'une occupation de 10 siècles. إذا نتكلم هنا عن كل مراحل الاحتلال، نتكلم عن احتلال هذا المكان دو دي سياكل لعشرة قرون. دو لا بريستوار منذ ما قبل التاريخ على بيريود إسلاميك إلى الفترة الإسلامية. إذا نتكلم هنا عن احتلال هذا المكان منذ عشرة قرون، منذ ما قبل التاريخ وإلى الفترة الإسلامية. إذا كل هذه المراحل لهذا الاحتلال سون ريبريزونتي يعني انها ممثله في هذا المكان. اذا نتكلم عن هذا الموقع المحتل لمده عشرة قرون منذ ما قبل التاريخ والى الفتره الاسلاميه. اذا كل هذه المراحل التاريخيه سون ريبريزونتي يعني انها ممثله في هذا الموقع. لو سيت اليفري اون دوكيومونطاسيون ارتستيك. اذا الموقع يقدم وثائق فنية كبيرة تتضمن الفسيفساء
Eden. Le site a livré une documentation artistique, يعني أن الموقع قدم وثائق فنية كبيرة تتضمن ألف فسيفساء. طبعا كما نرى هناك فسيفساء بهذا الموقع. دي ستاتي ثم أنه يقدم وثائق في شكل تماثيل أو مارب. أيضا يقدم هذا الموقع وثائق في شكل تماثيل من الرخام. Le site a livré une documentation artistique considérable qui inclut des mosaïques, des statues en marbre. هاد الوثائق الفنية تتضمن فسيفساء يعني ديك الزواقات اللي تنشوفو دي ستاتي en marbre et en bronze et des centaines d'inscriptions. ثم تماثيل رخامية وبرونزية ثم مئات النقوش. إذن le site a livré une documentation artistique considérable qui inclut des mosaïques, des statues en marbre et en bronze et des centaines d'inscriptions. Ces documents, هذه الوثائق, est ce qui reste à découvrir. إذن هذه الوثائق التي نراها والتي تبقى للاكتشاف. المقصود هناك أكيد وثائق أخرى, هناك معطيات أخرى لم تكتشف بعد. إذن هذه الوثائق والوثائق التي تبقى للاكتشاف représente l'œuvre, يعني أنها تمثل عمل, عمل ماذا؟ De l'esprit créateur, créateur, يعني أنها تمثل عمل الروح الإبداعية des hommes, les رجال qui ont occupé le site à travers les âges. إذن تمثل الروح الإبداعية للذين احتلوا qui ont occupé le site à travers les âges. الذين احتلوا الموقع, نتكلم عن هذا المكان, à travers les âges, عبر العصور. Le périmètre du site, سنتكلم هنا عن امتداد هذا الموقع. Le périmètre du site est matérialisé par l'OMPA. إذا محيط الموقع هو ممثل بالصور par l'OMPA romain. إذا le périmètre du site est matérialisé par l'OMPA romain. محيط الموقع ممثل بالصور الروماني. Inscrit au patrimoine mondial, inscrit يعني أنه سجل au patrimoine mondial في التراث العالمي de l'UNESCO, l'UNESCO en 1997. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, Volubilis représente le site archéologique le plus vaste du Maroc avec 18 hectares accessibles au public. Inscrit au patrimoine mondial. Et de Moussajjala في التراث العالمي دو لونيسكو لليونيسكو en 1997. إذن في هذا التاريخ Volubilis représente le site archéologique le plus vaste du Maroc avec 18 hectares. وليلي تمثل الموقع الاركيولوجي الاكثر اتساعا في المغرب avec 18 hectares ب 18 هكتار. اكسيسيبل المقصود انه يمكن الوصول لها. اكسيسيبل يمكن الوصول لها, المقصود بمعنى اخر انه مسموح الوصول لها او بيبليك للجمهور او للعامه بصفه عامه للناس, يعني يمكن للناس ان يصلوا لهذا المكان ثم ينظروا فيه حيث يشاءون. اذا انسكري او باتريمون مونديال دو لونيسكو ان 1997 Volubilis représente le site archéologique le plus vaste du Maroc avec 18 hectares accessibles au public. إذا ما اكتفي بهذا القدر, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.